يقول: أنا شاب مستقيم على أمر الله وأصلي جميع الفروض في المسجد ما عدا صلاة الفجر، أصليها في البيت حتى أصحو، فما حكمه؟ أولا قولك أنا رجل مستقيم هذه تزكية لنفسك هداك الله، ما يجوز الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا مستقيم أنا صالح أنا مؤمن، ما يجوز هذا، لأن هذا تزكية للنفس، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثانيا تخلفك عن صلاة الفجر هذه جريمة، تركت يعني تركت صلاة الجماعة هذه جريمة كبرى، لأنه لا يجوز ترك صلاة الجماعة لا لصلاة الفجر ولا غيرها، يجب صلاة الجماعة مع المسلمين كل الصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لعظيم جرمهم أنهم اعتزلوا المسلمين وتركوا صلاة الجماعة، ولم يرخص في ترك الجماعة حتى للأعمى، حتى للأعمى الذي شكى إليه لم يرخص له، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. أمره بإجابة النداء الحضور للصلاة، وقال: لا صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا يجوز ترك صلاة الجماعة لا في الفجر ولا في غيره. نعم.